احتلت إمارة الفجيرة المرتبة الأولى على قائمة أكثر المدن أماناً حسب إحصائيات رسمية أعلن عنها موقع نيمبيو الدولية، والذي يختص بتقديم إحصائيات دورية حول العديد من المرجعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية حول العالم. وحققت الفجيرة معدلاً إحصائياً فاق 93%، متفوقة على 466 مدينة عالمية. ويرجع حصول الفجيرة على هذه النسبة إلى جودة الحياة والدعم الذي توليه حكومة الفجيرة لتكون الإمارة المكان الدائم والآمن للعائلات من كل الجنسيات ونقطة جذب للاستثمارات الدولية. اطلع سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان على سير العمل في مشروع تطوير شارع الشيخ عمار، والذي بلغت نسبة إنجازه 65%. ويعد المشروع أحد مشاريع الحزمة الأولى لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لتطوير البنية التحتية والنهوض بإمارة عجمان لتكون إحدى أهم المدن العصرية في مجال العمارة والبناء. أطلقت مؤسسة ديهاد للأعمال الإنسانية المستدامة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أول شحنة أدوية ومستلزمات طبية تصل قيمتها إلى 60 مليون درهم سنوياً إلى الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة والطارئة في كافة أنحاء العالم. يأتي ذلك ضمن جهود مبادرة فور إيفر كار التي أطلقتها مؤسسة ديهاد بهدف دعم الجهود المبذولة في قطاعي الصحة والغذاء والوقوف مع الفئات المحتاجة ومساعدتها على مستوى العالم من خلال توفير أدوية بالتعاون مع الشركات المساهمة في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير.